دكتور علي ناخد أسئلة الفيسبوك ونشوف. أول سؤال لنور الحياة بتقول: ما حكم عمل الحواجب وما المقصود في الحديث الشريف: لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، وإلى آخر السؤال: ولو سمحت يا شيخ، في فرح الكوافير عملت لي وصلة في شعري وأنا لم أكن أعرف أن هذا حرام، فهل أأثم على ذلك؟ طيب، إذا كانت متزوجة وتتزين هذه الزينة لزوجها فلا مانع. أي زينة، أي زينة للزوج لا مانع، بل هي مدعوة إلى ذلك. لأن في واحدة صحابية جليلة ذهبت للسيدة عائشة رضوان الله عليها، فبتحكي لها إن هي بتحسن من 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 حواجبها ومن شكلها زينة لزوجها. فالسيدة عائشة قالت: لو استطعت أن تغيري مقلتيك فافعلي. يا سلام، يعني لو قدرت تغيري في عينيك، مش في حواجبك بس، في عينيك، علشان تبقي زينة لزوجك افعلي هذا. وأمنا اللي بتقول كده طبعا، أمنا السيدة عائشة طبعا الله. وهي والأحرى أنها هي رضوان الله عليها هي التي تقول ذلك. ولهذا الله، ما فيش عيب أبدا 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 أن تتزين المرأة لزوجها حتى تعفه. وعلى فكرة بقى، ده يجب كمان على الزوج أن يتزين لزوجته. صحيح. سيدنا عبد الله بن عباس كان يتزين عند الفراش، كان يتزين، فسألوه قالوا: أنت بتتزين ليه؟ وإحنا متعودين أن الزينة للنساء، طب أنت راجل بقى تتزين ليه؟ فقال: إنهن يحببن منكم ما تحبون أنتم منهن. صحيح. يعني لو أنت دخلت في نفسية الزوجة هتلاقيها بتتمنى من جواها إن زوجها يتزين ويتعطر ويبقى شكله جميل وريحته حلوة. صحيح. صحيح. زي ما أنت بتحب. ليه بقى؟ لأن لها نفس إنسانية كما لك نفس إنسانية. تكاد تكون هذه أبجديات الحياة. نعم. صحيح. يحرص عليها الإسلام الجميل لكي تدوم هذه العلاقات بشكلها وتستمر في وفاق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.